بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مس هند محمود من قناة الدراسات الاجتماعية مع هند محمود، طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله هناخد مراجعة للترم الثاني في قسم الجغرافيا وقسم التاريخ. هنبدأ إن شاء الله في الفيديو ده في الجغرافيا. نبدأ بأول سؤال، ما المقصود بالطقس وما المقصود بالمناخ؟ الطقس هو وصف حالة الجو في مكان معين من حيث الحرارة والرياح والأمطار لفترة زمنية قصيرة. طيب ما المقصود بالمناخ؟ هو وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة، ممكن تكون سنة أو فصل. من حيث إيه؟ من حيث عناصر المناخ، الحرارة والرياح والأمطار. من عناصر المناخ زي ما قلنا الحرارة والرياح والضغط الجوي والأمطار. أهم عنصر هو عنصر الحرارة لأنه بيؤثر في جميع عناصر المناخ. طيب بما تفسر تعتبر الحرارة أهم عناصر المناخ، لأن اختلاف درجات الحرارة بتؤثر على باقي عناصره. ما العوامل التي تؤثر على اختلاف درجات الحرارة؟ موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض، التضاريس، القرب أو البعد من المسطح المائي، الغطاء النباتي، طول النهار. بما تفسر ترتفع درجات الحرارة في الأماكن القريبة من خط الاستواء بسبب تعامد أشعة الشمس على خط الاستواء؟ دايما هنلاقي ارتفاع درجات الحرارة على دائرة الاستواء بسبب تعامد أشعة الشمس. أما الأماكن البعيدة عن دائرة الاستواء فهنا هتصل لها أشعة الشمس اللي هي بنسميها أشعة مائلة، لأن أنا عندي نوعين من الأشعة، أشعة شمسية مائلة وأشعة عمودية، عمودية على دائرة الاستواء ومائلة على باقي الكرة الأرضية. بما تفسر اعتدال درجات الحرارة في الجهات القريبة من المسطحات المائية؟ لأن المسطحات المائية تلطف درجة الحرارة صيفا وتكون دافئة شتاء. احنا عارفين ان البحر دايما ليه تأثير على الجو، ان هو بيلطف من درجات الحرارة. بما تفسر يغطي الجليد قمم الجبال العالية في المناطق الاستوائية؟ المناطق الاستوائية هي مناطق مرتفعة درجات الحرارة، ولكن الجبال مثل جبل كينيا بجد فيه تلج. ليه بقى؟ بسبب شدة الارتفاع، لان كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر تقل درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. يختلف توزيع كمية الأمطار من مكان لآخر نتيجة اختلاف أنواع الرياح واتجاه الرياح، لأن المعروف أن الرياح هي المحملة ببخار الماء وتؤدي إلى سقوط الأمطار. أنا هنا عاملة مقارنة، بس طبعا هو مش بيجي أربعة، أنت بتقارن دايما بين اتنين، بس احنا جمعنا أنواع الرياح كلها في مقارنة: الرياح الدائمة، الرياح الموسمية، الرياح المحلية، نسيم البر والبحر. الرياح الدائمة هي تهب بانتظام طوال العام من منطقة الضغط المرتفع اللي هي منطقة باردة إلى منطقة الضغط المنخفض اللي هي منطقة مرتفعة درجات الحرارة، مثل الرياح القطبية والتجارية والعكسية. الرياح الموسمية هي رياح تغير اتجاهها موسميا بين الصيف والشتاء. والرياح الموسمية نوعين، موسمية صيفية ودايما ممطرة، وموسمية شتوية ودايما باردة جافة. بما تفسر الرياح الموسمية الصيفية رياح ممطرة لأنها تهب من الماء إلى اليابس. الرياح المحلية هي الرياح التي تهب على مناطق محدودة من سطح الأرض ولها تأثير محلي، مثل رياح الخمسين التي تهب على مصر في فصل الربيع وهي لها ضرر كبير على الإنسان والنبات. نسيم البر والبحر من أنواع الرياح اليومي، وهي بتنتج نتيجة اختلاف درجات الحرارة ما بين اليابس والماء خلال النهار والليل، مثل نسيم البحر اللي بيحدث بالنهار ونسيم البر الذي يحدث بالليل. قارن بين أنواع الأمطار. عندي أنواع أمطار تصاعدية تضاريسية وعندي إعصارية. الأمطار التصاعدية تنتج بسبب صعود بخار الماء لطبقات الجو العليا فيبرد ويتكاثف ويسقط على شكل أمطار غزيرة. التضاريسية أمطار تنتج نتيجة اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال، تضاريس، فتصعد إلى أعلى ويسقط على شكل مطر. الأمطار الأعصارية هي نتيجة تقابل هواء بارد مع هواء ساخن محمل ببخار الماء، فنجد أن الهواء الساخن يصعد إلى أعلى ويسقط على شكل مطر مصحوب بالبرق والرعد.
طبعا الامطار التصاعديه بتكون في المنطقه الاستوائيه، والامطار التضاريسيه بتبقى في منطقه المرتفعات. ما المقصود بالاقاليم المناخيه؟ الاقليم المناخي مناطق متصله او منفصله من سطح الارض ومتشابهه في خصائصها المناخيه من حيث درجه الحراره والرياح والامطار، بما تفسر العلماء قاموا بتقسيم سطح الارض الى اقاليم مناخيه ليسهلوا على نفسهم دراسه مناخ الارض، يبقى لسهوله دراسه مناخ الارض. انواع الاقاليم الحاره، انا عندي اقاليم اللي انا كاتباها هنا في الفيديو، اللي هي الاقاليم المهمه الاستوائي، الاقليم الاستوائي والمداري والموسمي. الاقليم الاستوائي بيمتد من دائره عرض 10 شمالا ل 10 جنوبا دائره الاستواء، ده معناه ان هو في منطقه مرتفعه درجات الحراره. فهنا الخصائص المناخيه هتكون بالتالي: حراره مرتفعه طوال العام وامطار غزيره طوال العام. الاقليم المداري يمتد من دائرتي عرض من 10 ل 18 شمالا وجنوبا. الخصائص المناخيه يتميز بايه؟ بارتفاع درجات الحراره طوال العام وامطار صيفيه. الاقليم الموسمي هنلاقيه ان هو موجود في جنوب شرق اسيا، ملوش دائره عرض لان هو موجود في مكان في موقع معين في جنوب شرق قاره اسيا. هنلاقيه ان هو يتميز بارتفاع درجات الحراره في فصل الصيف والبروده والجفاف شتاء، ده ناتج عن هبوب الرياح الموسميه الصيفيه الممطره وهبوب الرياح الموسميه الشتويه الجافه. ما المقصود بالمدى الحراري اليومي والمدى الحراري السنوي؟ المدى الحراري اليومي والسنوي هو موجود في الاقليم الصحراوي اللي بيتميز بارتفاع درجات الحراره صيفا خاصه بالنهار وانخفاض درجات الحراره في الشتاء خاصة بالليل، والكلام ده عشان المدى الحراري اليومي كبير. يبقى المقصود بالمدى الحراري اليومي الفرق بين متوسط درجات الحرارة خلال اليوم. أما المدى الحراري السنوي فالفرق بينه هو الفرق بين متوسط درجات الحرارة خلال الشتاء والصيف. بما تفسر سكوت الأمطار في فصل الصيف على الإقليم الموسمي؟ لأن في الإقليم الموسمي لما بتسكت الأمطار في فصل الصيف ده معناه أن بتأتي رياح موسمية صيفية ممطرة بسبب هبوب الرياح الموسمية الصيفية الممطرة التي تأتي من الماء إلى اليابس. يتميز الإقليم الصحراوي بأنه حار صيفا وبارد شتاء. نفسر الكلام ده بإيه؟ لأن المدى الحراري السنوي واليومي كبير. ما المقصود بالنبات الطبيعي؟ هو النبات الذي ينمو دون تدخل الإنسان من الله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالغابات؟ أرض بها تجمعات شجرية ضخمة وكثيفة ومتشابكة. أما الحشائش فهي عبارة عن نباتات طبيعية أقل حجما وطولا من الغابات والأشجار، وبتصلح ممكن كمراعي طبيعية للأغنام والماعز لأنها لينة وقصيرة. بما تفسر تنوع النبات الطبيعي على سطح الأرض؟ بسبب تنوع درجات الحرارة واختلاف سكوت الأمطار. بما تفسر للغابات أهمية كبيرة؟ لأن الغابات هي مصدر مهم للأخشاب. الحشائش ليها أهمية كبيرة؟ لأنها بتستخدم مراعي طبيعية لتربية الماعز والأغنام والحيوان. بما تفسر حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية؟ بنعتبرها حديقة حيوان طبيعية لوجود حيوانات أكلة اللحوم وحيوانات أكلة العشب، يعني أكنك أنت رحت جنينة الحيوانات واتفرجت على الحيوانات ولقيت حيوانات أكلة العشب وحيوانات أكلة اللحوم. بما تفسر الرياح التجارية تعمل على تلطيف درجات الحرارة؟ احنا عارفين ان الرياح دايما تأتي من منطقة الضغط المرتفع الى منطقة الضغط المنخفض، يعني من منطقة برد الى منطقة حر، ده معناه ان الرياح التجارية بتؤدي الى تلطيف درجات الحرارة لقدومها من جهات اقل حرارة، اللي هي منطقة الضغط المرتفع، لقدومها من جهات اقل حرارة. طيب بما تفسر تقل الحرارة في مناطق الغطاء النباتي؟ الغطاء النباتي يمنع أشعة الشمس مباشرة من الوصول إلى سطح الأرض، وده بيؤدي إلى تلطيف درجات الحرارة وقلة درجات الحرارة. النتيجة المترتبة، ما النتيجة المترتبة على إن الإنسان أزال مساحات واسعة من الغابات؟ هذا أدى إلى الإخلال بالنظام البيئي وأدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة. طيب ما النتيجة المترتبة على حريق الغابات؟ تصور إن الغابات اتحرقت اللي شكلها جميل وبيها حيوانات وبيها نباتات، مش ممكن الحيوانات هتكون موجودة فيها، وكمان هيحصل تشويه للشكل الجمالي، يبقى تشويه للشكل الجمالي للغابات والقضاء على النبات والحيوان، وطبعا هيبقى فيه تلوث بيئي كبير. بما تفسر تسمية الغابات النفضية بهذا الاسم؟ لأنها بتنفض أوراقها في فصل الخريف والشتاء. ما المقصود بالصحراء؟ هي أرض جافة شبه خلية
من النبات الطبيعي. تنمو حشائش التندرة في المناطق ايه؟ في المناطق الباردة. من النباتات الصحراوية التي لها القدرة على تحمل الجفاف، انا عندي زي الصبار والتين الشوكي. تنمو الحشائش في فصل الصيف القصير وتموت في فصل الشتاء، وهي نبات التندرة الذي ينمو في اقليم البارد، الاقليم التندرة اللي هو من 60 لـ90 دائرة عرض. تعتبر نقط حديقة حيوان طبيعية حشائش السافانا. من النباتات التي لها قدرة على تخزين المياه الصبار. احنا عارفين الصبار اوراق اسفنجية، فيستطيع ان يخزن المياه، وهو طبعا بينمو في المناطق الصحراوية. من اشجار الغابات الاستوائية الكاكاو، الكاكاو والمهوجني والمطاط. من الاخطار التي تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية اعصار سندي. من الاخطار البيئية التصحر والاحتباس الحراري وحريق الغابات. العلاقة بين الحرارة والضغط الجوي هي علاقة عكسية. تعد نقط من أهم عناصر المناخ درجات الحرارة. تعد الانهيارات الجليدية والسيول والفيضانات من أخطار المياه. ممكن المياه تكون زي ما هي سبب في الحياة، هي سبب في الخطر. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: غابات أشجارها دائمة الخضرة وتتحمل الجفاف، غابات البحر المتوسط. ارتفاع تدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي، الاحتباس الحراري. بما تفسر عدم تراكم السلوك فوق أشجار الغابات الصنوبارية؟ لأنها مخروطية الشكل. إزالة الإنسان لمساحات واسعة من الغابات النفطية لإحلال مكانها الزراعة. أسباب حدوث الفيضانات، إما يكون بسبب ذوبان السلوك أو انهيار السدود أو حدوث العواصف والأعاصير. سبب حدوث الأعاصير هي دوران الهواء البارد حول مركز ساكن من الهواء الدافئ. يبقى عندي حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري بسبب ايه؟ حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري بسبب قطع الغابات وحرق الغابات. ما النتيجة المترتبة على الفيضان؟ كارثة، لو احنا قلنا ان هو كارثة، والسيول والانهيارات الجليدية والأعاصير. طبعا هنا كوارث، انا بسميها كارثة ليه؟ لانها تؤدي الى قتل الاف من البشر والاضرار بالممتلكات. نشوب حرائق الغابات طبعا بسبب البرق والصواعق وعمليات الطهي. يعني ايه الفيضانات؟ عرف الفيضانات هي زيادة منسوب المياه في النهر عن مستوى ضفافه. طب ما المقصود بالتصحر؟ تدهور القدرة الانتاجية للأراضي الزراعية. ما المقصود بالسيول؟ أمطار غزيرة فجائية تتجمع في شبكات الأودية. التصحر بينتج بسبب ايه؟ بما تفسر حدوث التصحر؟ قلة سكوت الأمطار، زحف الكثبان الرملية، قطع الأشجار وإزالة الغابات، الرعي الجائر والاستغلال المفرط للأراضي الزراعية. ما المقصود بالانهيارات الجليدية؟ هي تحرك الجليد من جوانب الجبال نحو الأسفل بسرعة شديدة. بما تفسر حدوث حرائق الغابات؟ بسبب البرق والصواعق، بسبب التخلص من النفايات بطريقة الحرق. مقترحاتك ايه للحد من اخطار السيول؟ ازاي تستطيع ان تحد من اخطار السيول؟ ابني القرى والمدن بعيدا عن مجاري المدن او المناطق اللي بيها سيول. ابني السدود في مناطق الاودية الجافة، لان دايما السيول بتسكت في مناطق الاودية. ما الاثار الايجابية للناتجة عن الفيضان؟ الفيضان من الاخطار الطبيعية، والاخطار الطبيعية معناها ان ليها فائدة او ايجابيات زي ما ليها سلبيات. فنلاقي ان الفيضان ايجابياته ان هو بيخزن المياه الجوفيه، تغذيه خزانات المياه الجوفيه، وكمان ازاله النفايات من مجاري المياه. ازاله النفايات من مجاري المياه يعني بينظف لي مجاري المياه. ما الاثار الناتجه عن الاحتباس الحراري؟ الاحتباس الحراري من الاخطار البيئيه وبيؤدي الى غرق السواحل وارتفاع درجات الحراره. أمام خريطة صماء للعالم، أكتب ما تشير إليه الأرقام الآتية. أنا هنا مش حاطة أرقام، لأن أنا عاملة حاجات كتير مهمة ممكن تيجي منها، فمش محددة. طبعا الخريطة هي هتيجي، ممكن تيجي لي 4 نقط 5 نقط بالكتير، لكن أنا كاتبة الحاجات المهمة بس. احنا هنشوفها مع بعضينا، نفهم الخريطة ونعرف المواقع المهمة اللي أنا عايزاها. أنا عايزة ايه من خريطة العالم؟ أعرف القارات، وأعرف المحيطات، وأعرف البحار، ودوائر العرض، والاقاليم المناخيه، والاقاليم النباتيه. نمسك القاره، لان ممكن يجي لي قاره هنا، قاره اسيا اللي هي اكبر قارات العالم، قاره افريقيا، قاره استراليا اللي هي الصغيره اللي هي في جنوب
الكرة الأرضية في النصف الجنوبي، عندي هنا قارة أمريكا الشمالية في الشمال، قارة أمريكا الجنوبية في جنوب الكرة الأرضية، قارة أوروبا اللي هي تقريبا هنلاقيها بتكمل لي قارة آسيا، تمام. طب بالنسبة للمحيطات، عندي المحيط الهادي وهنا المحيط الهادي. طبعا المحيط الهادي مش اتنين، محيط هادي ولكن هنا طبعا الأرض على شكل كرة، كروية الشكل، لكن هنا خريطة، يعني الأرض هنا احنا فردينها عشان نقدر ندرسها بمعنى أصح. فهنا المحيط الهادي، هنا المحيط الهادي وهو أكبر المحيطات، وده اللي مخليني أعتقد إن هو إن هنا في محيط وهنا في محيط، لأن هو أكبر المحيطات. عندي بين قارة أستراليا وبين أفريقيا في عندي المحيط، وبرضه هنلاقيه بيطل، وقارة آسيا بتطل عليه، المحيط الهندي. هنا عندي المحيط الأطلنطي، وهنا المحيط الهادي، المحيط الهادي، نخش جوه المحيط الهندي، المحيط الأطلنطي. طب بالنسبة للمحيطات، دائرة عرض، دائرة عرض هنا في الوسط تقريبا في وسط أفريقيا، دائرة عرض ايه؟ دائرة عرض الاستواء، ما نقولش خط الاستواء، الصح ان احنا نقول دائرة الاستواء. فوق هنا دائرة عرض ايه؟ هنلاقيها في شمال أفريقيا مدار السرطان، في جنوب أفريقيا دائرة مدار الجدي. طب بالنسبة للأقاليم المناخية، المشهورة عندي الإقليم الاستوائي، على بالظبط على دائرة الاستواء، ما يلخبطنيش، الإقليم الاستوائي، تمام. ولو قال لي الغابات يبقى الغابات ايه؟ الاستوائية. هنا على البحر المتوسط بتطل على أوروبا وبتطل على شمال أفريقيا، اللي هو إقليم البحر المتوسط غرب القارات، إقليم البحر المتوسط غرب القارات. طيب ولو قال لي غابات هنا هيبقى غابات البحر المتوسط. فوق خالص من 60 ل 90 دائرة عرض هنلاقي الإقليم البارد أو إقليم التندرة، نسبة لنبات التندرة الذي ينمو في فصل الصيف وسرعان ما يختفي في الشتاء، إقليم التندرة أو الإقليم البارد. ولو قال لي نبات يبقى نبات التندرة، تمام. برضو هنا عندي إقليم البحر المتوسط في غرب قارة أستراليا، احنا عارفين إقليم البحر المتوسط هو غرب القارات. كده بالنسبة للأقاليم المشهورة. برضو في عندي إقليم اللي هو جنوب شرق قارة آسيا، الإقليم الموسمي موجود جنوب، هو موجود بس في جنوب شرق قارة آسيا، تمام. بالنسبة للبحار، عندي هنا البحر المتوسط، البحر الأحمر، وهنا عندي بحر الصين. طيب بكده يكون خلصنا الجزء الأول من المراجعة في الجغرافيا لولادنا الصف الأول الإعدادي، وإن شاء الله هتبقوا معايا في مراجعة التاريخ. بس يا ريت تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان أي مراجعات أنزلها توصل لكم إن شاء الله. وكان معاكم مس هند من قناة الدراسات الاجتماعية، ومع السلامة يا ولاد.